ثلاثة أشهر استخدمت عكازة، من بعدها لم تقل زبر، وبعدين سويت علاج طبيعي. صراحة حسيت بوايد إحباط من كل حركة أسويها، لأني ما كنت أكتف. في يوم من الأيام شلت جلن ماي وحاشتني إصابة ظهري، شلت حركتي. رحت حق دكتور علي العطار، عطاني تمارين لمدة 3 أسابيع وحسيت بتحسن وايد كبير والحمد لله رب العالمين. برمضان بطلت الباب يا علي أبو يوسف مع ولده، وكان الكلام قبل الفطور. وريت المركز، وريت شنو عندنا من سيرفيسز، شنو خدماتنا، شاف التولز، وكنا نسولف مع أبو يوسف عن قصته وأنه هو يبي يدخل ولده المركز. وقعد نسولف عن الأوقات المتوفرة، وعجبه سالفة أنه موجود كيتس اللي هو يوسف ولده، زاد أنه هو يتمرن بنفس الوقت. فعرضت عليه أنه يقعد مع كوتش أحمد ويقول له عن حالته، بحيث أن كوتش أحمد يعطي الكلينيكس أنه يدش الكلاس. مفهوم النادي أني أكون وايد مستعد بحياتي ومفضي روحي، وفي بالي كل التمارين حديد وأجهزة وبشكل يومي. ما كان في بالي أنه يكون عندي مدرب يراقبني ويشوفني. أغلبنا يدش النادي يتمرن حق صحته وحق عافيته، والغالب يقضي وقت بالنادي أكثر من اللي هو يحتاجه. فبكلاس فايجر طلعنا طريقة وطورنا طريقة أن الإنسان يتمرن فقط 3 مرات بالأسبوع، وهالطريقة هذه تمنحه الوقت الكافي أنه يستشفي وتراعي ظروف حياته. دخل عندنا أبو يوسف كلاس فايجر وجرب طريقة وايد فعالة وعالية الكفاءة من التمرين effective efficient. الطريقة هذه خلته يخلص الـ5K بطريقة أحسن وبوقت أسرع، وقدر يشارك بسباق سبارتن، زائد أنه قدرته حق حياته اليومية صارت وايد أحسن، والتزامه بالتمرين صار وايد أعلى، واللي أهم من هذا كله أنه قاعد يستمتع باللي قاعد يسويه. حياتي الجديدة بعد النادي تغيرت للأحسن، نظرتي القديمة تغيرت للنادي، وقمت أشيل أوزان ما كنت أتخيل أني أشيلها. الحلو أني أخذ ولدي يوسف معاي للنادي عشان يتمرن. يوم فيتاليتي مو بس نادي، يوم فيتاليتي عافية، هابينس ربع، فيتاليتي فاميلي.